وللمزيد من النقاش ايضا ينضم الينا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. دكتور طارق اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. الحقيقه انه المؤتمر الصحفي كان او المباحثات شملت اذا صح ان نقول كل ما يتعلق بالقضايا الاقليميه الموجوده على الساحه، حتى انه الازمه فيما يخص روسيا واوكرانيا واعتراض الولايات المتحده في الفتره الاخيره كان وارد ايضا في المؤتمر على سؤال احد الصحفيين. هنا اسال حضرتك عن اهميه، يعني بشكل عام اهميه طرح كل هذه القضايا والتقارب المصري الروسي بشانها. يعني خليني أقول في البداية أن العلاقات المصرية الروسية بالفعل حضرتك علاقة استراتيجية على مستوياتها المختلفة، بمعنى أنك تتحدثي عن دولة مهمة بالنسبة لمصر، حضرتك بتعملي معها محطات الضبعة، في مشروعات متعلقة بالمنطقة الروسية الاقتصادية، بتكلمي على تطوير خطوط السكة الحديد، بتكلمي على استخدامات سلمية للطاقة النووية، فأنت بتكلمي على دولة يعني مهمة بالنسبة لنا على مستوى التحالف المباشر، والشراكة الاستراتيجية أيضا ممتدة إلى تدريبات عسكرية، مناورات جرت في شرق المتوسط ووصلت أمام سواحل تركيا كما تعلمي. ففي جملة من المنظومات المتعلقة بالعلاقة بين القاهرة وموسكو بتفسر لحضرتك يعني الحضور الكبير لوزير الخارجية الروسي، وفي إطار القضايا الإقليمية التي لا تختص فقط بإقليم الشرق الأوسط ولكن بالتفاعلات الإقليمية الدولية الأخرى. فبالتالي إشارة حضرتك أنه القضية الأوكرانية وقضية الأمن الأوروبي المرتبط بمنظومة العقوبات المفروضة على روسيا هي أحد مجالات الاهتمام أيضا المشترك، ومصر نظرت إليها في هذا. لكن ربما قضايا الإقليم، إقليم الشرق الأوسط، هي الأهم للتأكيد، لأنه كما تعلمي يعني روسيا دولة مهمة، وروسيا لا تطرح نفسها بديلا عن الولايات المتحدة لأنها بالفعل موجودة في الإقليم، موجودة في سوريا، موجودة في المتوسط، موجودة بطبيعة الحال في دول حوض النيل وما يجاورها، موجودة في الخليج العربي، واضح من الزيارات الأخيرة اللي تمت على هذا المستوى. فبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن مجرد دولة نستدعيها أو نقيم علاقات ربما زيارات خاطفة، إنما تتحدثي عن مجال استراتيجي مهم. المهم إن احنا نقول إن هم طرحوا فكرة الحل الإفريقي لقضية سد. صحيح، ده يمكن السؤال اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيه، لأنه الجانب أو وزير الخارجية الروسي كان في بعض القضايا كده طرح مسألة إنه لابد أن يكون الحل داخلي وتنسيقي وتعاوني بدرجة أكبر، وكان من ضمن هذه القضايا قضية سد النهضة، وإنه روسيا منفتحة على عملية التنسيق والتشاور ودعم كل الأطراف للوصول إلى حل. كيف تبعت هذه التصريحات وهذه الجزئية؟ يعني شوفي، هو الروس بيطرحوا حضرتك اهتمام بالاتحاد الإفريقي، وإنه تحريك الموضوع ينطلق من رؤية للثلاث دول، لكن صحيح. الموقف الروسي يميل إلى الموقف المصري، يعني خلاصته يميل إلى الموقف المصري، وأنا في تقديري الشخصي سيكون داعما لمصر في الأمم المتحدة في مجلس الأمن تحديدا، لأنه الدولة المؤهلة للعب هذا الدور صورة مباشرة هي روسيا وليس أي طرف آخر. ربما سيكون معها فرنسا، لكن روسيا هي الدولة، بالإضافة طبعا إلى تونس الدولة الغير عضو دائم، يعني فهيبقى في تحرك من دولة العضو الدائم اللي هي روسيا والعضوية الغير دائمة للدولة العربية ممثلة في تونس. وبالتالي موقف روسيا مهم لينا. هم طبعا أشاروا إلى تحريك الموضوع، توافق الأطراف الثلاثة، لكن إجمالا هو الموقف يميل لنا، لكن هم طبعا الحل زي ما قال. نعم، طيب وضحت هذه الجزئيه. دكتور طارق، اريد ان انتقل الى جزئيه اخرى متعلقه بالقضايا الاقليميه. مصر وروسيا ايضا لديهم اتفاق فيها، وهي القضيه الفلسطينيه، خصوصا انه زياره وزير الخارجيه هي الزياره الاولى بعد تولي الرئيس بايدن للسلطه. هنا بنجد انه في السياسة بتتغير أو مساعي لتغييرها بالنسبة للولايات المتحدة، أعادت مرة أخرى تمويل الأونروا، بدأت في مناقشة القضية الفلسطينية الإسرائيلية. كيف من الممكن أن يكون الدور الروسي في المرحلة القادمة مع كل هذه المتغيرات؟ يعني شوفي، هو في القضية الفلسطينية ليهم موقف محدد. الروس طرحوا قبل كده مؤتمر موسكو للسلام الشرق الأوسط اللي خربته الإدارات الأمريكية
المتلاحقة، وبالتالي الروس لديهم مصداقية في التحرك في الملف الفلسطيني أقوى في من إدارة الرئيس جو بايدن في هذا التوقيت، لأنه القوى والفعاليات الفلسطينية أجرت حوارات في موسكو وفي اتصالات في هذا، وموسكو بتدعم مصر في موقفين، موقف الرباعية الدولية، وطبعا إذا تم إحياء فكرة الرباعية الدولية للخروج من الوساطة الأمريكية الغير منصفة للقضية الفلسطينية فهنكون روسيا ضمن هذه الأطراف. هي بالفعل تم ذكر هذه الآلية، هي رباعية دولية، رباعية دولية. وطبعا مصر بتتحرك في إطار ما يعرف أيضا بصيغة ميونخ اللي هي فرنسا ألمانيا مصر والأردن، وأيضا دي بتحظى بدعم من قبل الجانب الروسي. مهم أيضا نقول إنه موقف روسيا مع مصر في الملف الليبي موقف يعني متطابق، هناك تأكيد على المصالح المصرية المباشرة، حرصهم على قواعد التعامل مع الملف الليبي بكل تعقيداته، في دعم كبير لمصر. أنا أعتقد إنه هي مصر بطبيعة الحال هي التي ستفرض وقائع العلاقة في التعامل مع موسكو، لأن موسكو تحتاج إلى مصر. يعني البعض يتصور أننا نحن في حاجة إلى موسكو، لكن القاهرة ضابط إيقاع للحركة الدولية في الإقليم في هذا التوقيت. صحيح. نتيجة للإنجازات اللي عملتها مصر في الإقليم تواجدها. هو بالفعل منذ قليل كان ضيفي من موسكو بيذكر هذه الجزئية تحديدا، إنه مصر هي التي مهمة بالنسبة لروسيا بدرجة يعني كبيرة، وروسيا بتنظر إليها على إنها دولة فاعلة ومهمة جدا في قضايا المنطقة اللي روسيا أيضا بالفعل دولة مهمة بالنسبة لها. طيب اسمح لي يا دكتور طارق أتطرق مع حضرتك للعلاقات الثنائية، تطور ويبدو أن هناك إرادة ورغبة لزيادة هذا التطور، حتى أن وزير الخارجية الروسي تحدث عن علاقات ثقافية أيضا وتعليمية متبادلة في الفترة القادمة ستزيد بدرجة أكبر، يعني حتى أنه أقصد تطرق ليس فقط لمسألة الضبعة أو البنية التحتية والسكك الحديدية وكل هذه الأمور والمنطقة الاقتصادية، لكن حتى تطرق على الجانب الثقافي والتعليمي. كيف تتابع تطور العلاقات الثنائية؟ يعني شوفي حضرتك، هو منظومة العلاقة بين القاهرة وموسكو منظومة شاملة، ما ذكرتي حضرتك كرمتي بيه، بالفعل هم ينظروا إلى مصر طبعا المجالات ربما الاقتصادية بتحظى بمتابعة، سواء كان في موضوعات النقل اللوجستي في المنطقة الاقتصادية، في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكن هم ينظروا إلى مصر أنها دولة كبيرة في نطاقها الإقليمي ودولة محورية ونقطة ارتكاز لاستقرار الإقليم بأكمله. بالتالي الروس حينما يدخلون المنطقة اليوم ويتواجدون ويحاولون أن ينقلوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة في إطار المناكفات ما بين واشنطن وموسكو، أنت تعلمي أن العلاقات متوترة في هذا التوقيت، صحيح، في منظومة عقوبات في ملف أوكرانيا، في ضم شبه جزيرة القرم، في خلافات أيضا في القوقاز، ففي اليوم روسيا تريد أن تطرح نفسها في أقاليم مختلفة، دوائر الحركة والتأثير والنفوذ في مناطق متعددة، تمثل لها مصر كنقطة ارتكاز مهمة ليس يعني في منطقة محددة، أيضا مصالحهم حضرتك معانا في شرق المتوسط زي ما أشرت إن هم عملوا مناورات وتدريبات عسكرية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للروس بالمناسبة أيضا، لأنه هو طبعا تدرب مع جيش كبير قوات مسلحة مصنفة عالميا، فبالتالي هو حريص أيضا أنه يتعامل مع مصر على أنها دولة كبيرة. الفضل في هذا للأمانة مرتبط بطبيعة الحال بالندية في العلاقات الدولية، أنت حضرتك كمصر بتقيمي دبلوماسية ناجحة على مستوى الندية، سواء كل التحالفات الإقليمية والدولية، بتعمل استدارات جديدة في الإقليم باتجاهك ناحية المنطقة المغربية تونس، بتتحركي في دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية، بتستحدثي مناطق حركة كبيرة، بتخرجي عن الإطار التقليدي للسياسة الخارجية المصرية منذ الستينات، نعم، فيها براعة. أعتقد ده كله مهم قوي يفصل لحضرتك ليه الحركة الروسية تتجه إلى مصر في هذا التوقيت، هم محتاجين لينا وإحنا محتاجين لهم في مصالح مشتركة، في فوائد متبادلة في مجالات القضايا الثنائية والإقليمية، وفي تنسيق على أعلى مستوى، وأعتقد ده مهم بالنسبة لنا في إطار الحركة الإقليمية والدولية. دكتور طارق، الجزء الخاص بتصريح وزير الخارجية الروسي عن الملتقى الروسي العربي اللي هو معني بالجامعة العربية والدور الروسي الفاعل في ما يخص القضايا العربية، يمكن احنا تكلمنا عن قضايا بعينها، ولكن أسألك عن هذا التوجه الروسي ناحية المنطقة العربية، هل يأتي متعارضا، بتجدوا أنه بيأتي متعارضا مثلا مع
توجه الغرب والولايات المتحدة مكملا لها بدور وسيط مثلا في بعض القضايا، يعني كيف من الممكن توصيفه؟ توصيفه أن روسيا تريد أن تضع يعني نقطة تحرك كبيرة في الإقليم، إقليم الشرق الأوسط، في إطار لعبة المقايضات الدولية الكبيرة، في إطار تعاملها مع الولايات المتحدة. هي تنظر إلى الإقليم دي مناطق نفوذ، الروس حضرتك متواجدين في المتوسط، موجودين في سوريا، يبحثون عن موطئ قدم في الخليج العربي، لهم ارتباطات وعلاقات متعددة مع القوى الإقليمية الرئيسية في الإقليم، وبالتالي تحركهم هو تحرك تجاه الدولة الرئيسة في الإقليم ممثلة في مصر، وبالتالي الحركة الروسية ربما مصر هي التي ستكون منفذهم إلى الإقليم، سواء على مستوى المؤسسات العربية أو الملتقيات العربية المختلفة. هذا مهم للسياسة الروسية، السياسة الروسية تبحث عن مصالحها المباشرة، وبطبيعة الحال هيبقى في تنسيق كبير واضح قوي في القضايا الإقليمية مع مصر، لأن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي تمثل أهمية كبيرة للأمانة للجانب الروسي في هذا التوقيت، يقدروا يبنوا دوائر حركة ودوائر تأثير وطبعا تواجد في كافة الملفات الإقليمية. طيب دكتور طارق، الجزئية الخاصة بالتوجه أو التصريح الخاص بالخليج والتهدئة في منطقة الخليج، وكان أصلا وزير الخارجية الروسي في زيارة إلى دول خليجية في الشهر الماضي، كيف أيضا تنظر إليه والدور الروسي في هذه المنطقة؟ لأنه الدور الأمريكي هو دور فاعل أكثر يعني فيما يخص أسلحة الدمار الشامل والنووي وهذه الأمور. يعني دول الخليج، اسمح لي أن أقول لحضرتك أنها اليوم تعيد ترتيب حساباتها وأولوياتها، يعني تأسيا ولاتجاه الحركة المصرية. مصر كما أشرت نوعت مصادر علاقتها، عملت تنميع في تحالفاتها، عملت مدية في علاقاتها مع كافة القوى حتى مع الولايات المتحدة، ويجب أن نعترف أن هناك مساحات للخلاف مع هذه الإدارة الأمريكية. هذه الخلافات بطبيعة الحال قائمة وفي الإقليم، يعني هم يتحدثون كإدارة أمريكية مع العالم بمعايير خاصة بهم للعالم وليس لمصر كما يتصور البعض، إنما للعالم. هم يتكلمون عن قضايا خاصة بالحقوق والحريات والديمقراطية والليبرالية للعالم وليس لمصر، وبالتالي اسمح لي أن أقول أن مصر ليست في حاجة الآن إلى شهادات حسن سير وسلوك من هذه الإدارة الأمريكية أو من غيرها. اليوم مصر واقفة على أقدام راسخة، الخليج الآن يسعى إلى تكرار هذا النموذج والمثال في العلاقات الدولية. منذ أن تحركت دول الخليج الشقيقة السعودية ودولة الإمارات للبحث عن منظومة الإس 400 والتحركات نحو الاستعانة بأحدث الأسلحة والمنظومات الدفاعية الروسية، كان هناك قلقا أمريكيا وما يزال يتردد، في ظل طبعا إدارة أمريكية تتحدث مع الأشقاء في الخليج بلغة مختلفة ومتباينة تماما عن الإدارة السابقة، فبالتالي الجميع يبحث عن مصالحه، وبالتالي روسيا تقدم نفسها إلى دول الخليج. وطبعا وهناك تجربة مصرية ناجحة في هذا، أعتقد الأشقاء في الخليج يحاولون أن يحتزوا بهذه التجربة الكبيرة في بناء علاقات أكثر ندية وأكثر وضوحا. ربما تسأليني طب وماذا عن موقف الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تراقب ما يجري، لكن في النهاية العلاقات الدولية علاقات مصالح، إذا كانت هناك فرص جيدة لروسيا أن تتواجد في منطقة الخليج العربي من خلال مصالحها المباشرة، فأعتقد ستكون هناك يعني رسالة إلى الإدارة الأمريكية الراهنة لإعادة طبعا تقييم العلاقات العربية الأمريكية في منظومتها الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على هذا التحليل وكل ما تفضلت به من حديث. إذن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات ممتدة ومهمة، وشهدت السنوات الماضية زيارات متبادلة بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين. نتابع.